مرحبا فيكم بقناة AK Films. هل أنتم بتشوفوا أنه الكاميرا هي أهم شيء يكون معنا كمصورين أو كصناع أفلام؟ هل بتشوفوا أنه الكاميرا تستحق أنه ندفع عليها قد ما بنقدر لحتى نقدر ناخد أعلى جودة ممكنة؟ لحتى أوصلكم فكرتي بموضوع الكاميرات، لنقول أنا عندي هون كاميرتين، عندي كاميرا رقم 1 وعندي كاميرا رقم 2. كاميرا رقم 1 حقق 1500 دولار، كاميرا رقم 2 حقق 2500 دولار. نقول كاميرا 1500 دولار تمام حلوة بتعطينا كواليتي HD، ونقول كاميرا 2500 دولار تقريبا ضعف السعر بتعطينا 4K. تمام، هلا أنا لو اشتريت 1500 دولار راح يضل معي تقريبا مبلغ 1000 دولار لأني اشتري فيه أشياء تانية. لو اشتريت الكاميرا اللي هي 2500 دولار ما راح اقدر اشتري اكثر من هاي الكاميرا. بسعر الكاميرا رقم 2 ب 2500 دولار انا فيني اشتري زياده هون عندي، فيني اصرف 250 دولار على الصوت، فيني اصرف 500 دولار على الاضاءه، فيني اصرف 100 دولار على حامل الكاميرا، فيني اصرف 150 دولار على عدسة. آخر شي بيطلع عندي سعر كل هالأشياء مع الصوت مع إضاءة مع حامل كاميرا مع عدسة مع الكاميرا الممتازة اللي بتعطيني HD، حيطلع عندي المبلغ 2500 دولار، يعني قد حق سعر الكاميرا لحال. الفكرة من هي الرسمة انه الناس دائما بتجهل انه الكواليتي تبع الكاميرا لحالها لا تكفي. لحنا بدائما نشتري كاميرا ب 2500 دولار تعطينا الكواليتي اللي هي 4K، فينا نستخدم او نشتري كاميرا HD 1500 دولار، نصرف باقي الفلوس على اشياء رح تحسن من جودة الفيديو مثل الصوت، شيء كتير مهم. تصوروا انتم عم تشوفوا فيديو جدا واضح بوضوح 4K بس الصوت جدا ضعيف وعم بيطلع من صوت الكاميرا، يمكن ما تكملوا الفيديو. عندنا الصوت مهم كتير، الاضاءة اكيد الاضاءة شيء مهم لحتى المشاهد يشوف شو عم بيصير، حامل الكاميرا لحتى تكون الكاميرا ثابتة ما تتحرك، وكمان عدسة لحتى نقدر نستخدمها بطرق مختلفة او حسب احنا شو بنصور. فهالاشياء كلها بتنجمع على التوتل تبع العدس، التوتل تبع المصاريف اللي احنا بنصرفها على التصوير، ورح تطلع اقل من حق كاميرا واحدة غالية. خلينا نقول اني عم صور هذا الفيديو بكاميرا كتير واضحة، كاميرا بتصور 4K غالية كتير، بس عندي صوت مو منيح، صوت عم بيطلع من الكاميرا، خلينا نشوف الفرق. طب غير انه الصوت اصلا مو منيح، عندي الكاميرا لسه ممتازة، الكاميرا الكواليتي تبعها كتير ممتاز 4K، بس الصوت عندي مو منيح. خلينا نضيف كمان على انه الصوت مو منيح، عندي الاضاءة مو منيحة، فانتم ما عم بتشوفوا، خلينا نشوف الفرق بين هلا وهيك. فغير انه الصوت صار سيء والاضاءة صارت اسوأ، تصوروا كمان لو انه ما عندنا حامل كاميرا وما عندي شخص عم بيساعدني او ما عندي حدا يثبت لي الكاميرا، راح تلاحظوا انه كل هالاشياء عم بتضيف وعم بتخلي الفيديو بالنهاية يكون اسوأ، حتى لو كان عندي كاميرا لساعتها واضحة كتير او كاميرا غالية بتصور 4K. هالاشياء كلها بتنضاف مع بعض وبتسوق الفيديو بالنهاية. لا تنسوا تدعموني بزر اللايك والسبسكرايب، خليني اصلح الاشياء اللي خربتها، بشوفكم الحلقات الجاية، بسلام. تصوروا كمان لو ما عندنا حامل كاميرا او ما